متأخر متأخر على الدوام. أبد على حاطك إذاك كان هذا يسعد خذاني مني حبك. ألو برتحت يا شباب. نلحق دحين بس نكتب لها شيء. يلا كلاس رقم واحد هو اللي مفقع. بسم الله. والله مطر. والله مطر الصراحة يا عمي. جاب بوست اللي كذا صار خلاص كل يوم صار ما هذا يوم واحد عشان يجيك خلاص. مطر يا خالي. مطر مع برد هذا خس شيء ترى. ايه حق المدير حق الغش تقفط الغشاشين هذه. ابعد عن هذا الحامل. ابعد عن الحبايب. قهوة سريعة بعدين عندنا كلاس. انطار cream and no sugar. Hi, Tom. Small just came. He's gonna talk him as well. There you go. Mustadin. مرة جامد. يلا كلاس. عندنا ميتنج مع الادفايزر حقتي عشان كلاسات السمر وكلاسات السمستر الجاي. ناقش يعني ايش كيف كلاساتك في السمستر ده وكذا. يوم بيزي a lot of meetings. ما في احد في الجامعة. شوف يعني اصلا هذا الوقت هو وقت بريك الناس بالكافتيريا وكذا. فبس اليوم عندي ميتنج مع واحد عسكري شافني معي الدرون وقال لي ما ينفع طيارة في الجامعة. فاليوم بيتكلم معايا انه لو ابغى اطير الدرون ثاني مرة. سوينا كلاساتنا. والله تعب مني ميتنج. خلاص والله خلاص ما يصير. اوكي يلا رايحين عند العسكري نشوف ايش عنده مليح. تاخر علينا. Different projects are on campus and stuff like that. Like especially if this is something you really want to use, you want to use your drone and stuff like that. I have a couple of different people in our division that would love to chat with you about like
being able to contribute to RegisLice, which is one of our like article systems that we use on campus, as well as like maybe contributing to like stuff on the school website. And I was curious if you were interested in anything like that. I would like to. Awesome. Perfect. Well, it was very nice meeting you. You too. Good luck with cinematography. Yeah. That's really cool. Yeah. Take care. Thank you. No problem. Yep. See ya. See ya. هذا مو عسكري، هذا واحد في الأوفيس شغال قاعد يسألني عن الدرون، إنه أنا إذا أنا في سينماتوغرافي وكذا أقدر يعني يقول لي إنه أساعدك وخليك تكون تسوي لنا شيء في الجامعة. بس الحلو في الموضوع إنه قال العسكري، قال له إنه أنا كنت معاه كويس لما وقفنا على الدرون. شكرا، انا كنت كويس ترى، مع انه كان هو مو كويس، بس يلا مو مشكلة. طبليل هنا بس السؤال، حضرنا طيب ايش الفايده؟ اكسترا كريدت. ها؟ اكسترا كريدت. يعني الحين شفتني خلاص اكسترا كريدت جاء؟ ايوه. جاء اللوكيشن في رايتنج حبيبي. عمي اقول له والله ما راح اكتبها. قول له ما انت فاهم شيء راح اقول لك اوكي. والله كيف امك الدين؟ والله ماني فاهم شيء. قول له ماني فاهم شيء. What's wrong with you؟ يو ونت فايت؟ هات يدك هات. مسلم. هاي. Yeah, man. What's up? What's up? Cancel. Delete. بس عبده بيشتري حق دقن. أنا أبغى أشتري. شوف هنا عندي فراغ. في كثير ناس، أنا عندي ولد عمي هنا في فراغ يكون. ففي كريم هنا. فراغ طفرة دي يسموه فراغ الطفرة. فراغ مالي لا. طب دحين كيف أقصد؟ ففي كريم لقيناه. أو زيت. في كريم كويس للناس إيش؟ العزوبية. زيت. كويس. كويس يا مزعب. عبد ليه ما يسوي فلوج؟ والله جد. ها؟ ما يحتاج له شيء، شوف كاميرا بسيطة. ما في قنوات، ما عندي أحد. والله كاي روح صور في الداون تاون. والله. كاي على الهوم اللي تخش عليهم. ما في أحد يضيفني يا رجل، مين يضيفني؟ انت ابدا والله، اكتب 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 برانك. ايوه الحين هو تفريغ في كلام من اول نفسي اتكلم معاكم فيه، ولكن ما حصل الوقت وكتبته عشان ايش ما انسى، لانه انا ما شاء الله مره ذاكره عندي ما انسى شيء. اول شيء النقطه الاولى اللي بتكلم عنها، ابغى اركز اكثر في الفلوجات على شيء معين اللي هو التطوير الذاتي. انا دائما اتكلم في التطوير الذاتي، واصلا فقرة حكمة اليوم جاية من هذا المنبع، انه انا نفسي ايش رايكم في المصطلح المنبع، انه احب افيد الناس، احب اخلي الناس يشعر بشعور افضل، واحب افيد الناس. لما افيد غيري احس انا حامي شخصيا انه اصير انسان افضل، اتعلم، لما اعلم اتعلم واجيكم. الموضوع الثاني اللي من اول كنت نفسي اتكلم معاكم فيه، موضوع كبير صراحة، ولكن بإذن الله أنا أقدر بعد الله. نفسي أسوي مسلسل في رمضان زي خواطر، فكرة خواطر. أحس أنه أنا بإذن الله عندي الإمكانيات، ولكن ما عندي فكرة واضحة. يعني جاء في بالي أسوي شيء في رمضان، بس ما جاء في بالي إيش الفكرة بالضبط. يعني أبغى أفكار منكم تكتبوا لي إياها. الأجواء مطر وأنا مستني الباص، عشان كذا أنا قاعد أطالع كذا. أبغى أفكار من عندكم تعطوني إياها، وأحاول أنا أسيغها بفكرتي بطريقتي وأسويها في رمضان. يصير كل يوم في حلقة 20 دقيقة، 25 دقيقة، وأي اقتراحات تكتبوا لي إياها أكيد حتفيدني بإذن الله. ولكن هذا هدف إن شاء الله في رمضان. في أكثر من واحد تكلم عن الوقت، وقت الفلوقات اللي أنزلها. أنا ما عندي وقت معين، بعض الحين اتاخر عن الفلوج لانه انا عندي اشياء ثانيه ممكن تاخذ وقت الفلوج. احاول بقدر المستطاع افرغ من يومي هذا الوقت اللي اسوي فيه الايديت للفلوج، بس بعض الاحيان ما يكون مديني انزل في نفس الوقت، عشان كذا انا ماني حاط وقت معين انزل فيه الفلوجات. فاعذروني على الوقت، يعني الى الان ما في وقت رسمي، يمكن يوم الايام يكون في وقت رسمي، ولكن انا قاعد احاول بس انه حاليا استمر على الانتاجيه اليوميه.
بالنسبة للفلوقات أنا قاعد أتعلم ترى مرة أشياء كثيرة، قاعد أتعلم إنه مو شرط كل يوم يكون فلوق، ممكن يكون فيلم ثاني، ممكن يكون إفادة، ممكن يكون حتى مقطعين فيديو. هو المقصد من الفلوق اليومي بالنسبة لي كحامد إنه أتحدى، عندي كل يوم تحدي في صناعة شيء، صناعة محتوى. أنا كنت أنزل في الانستغرام بس أحس اليوتيوب أقدر أسوي فيه أكثر، وأحس إنه كيف أقول الكلام، طريقة عرضي للمحتوى قاعد أستفيد. أنا عادة أصلا في فلوقاتي عندي طريقة معينة في الفلوقات، بس تلاقيني قاعد أغير في الأسلوب. عندي طريقة إني أعرض أتكلم بعدين أسوي مقطع قصير، تلاقي فيه زي المقطع كده كأنه فيلم، بعدين أتكلم بعدين مقطع فيلم بعدين أنهي المقطع. أنا دائما كده يعني. فمن هذه الاستفادة استفدت شيء، إنه أخلي دائما إني أنا أصور كده، يعني أحب السينماتيك لوك، ليش ما أخليها كأنها فيلم؟ المقاطع هذه أخليها مور كده بروفيشنال وورك. الشيء الأخير اللي بتكلم عنه الرضا عن المحتوى. الرضا هذا شيء كبير، إنك ترضى عن الشيء اللي أنت قاعد تقدمه، وهذا اللي خلى ناس كثيرين في العالم ينتجوا أكثر. إنه تلاقيه مهما أنتج بالنسبة لي هو يشوفه شيء مو كثير، لما يرضى في هذا المحتوى تلاقيه وقف على المستوى هذا. بس إذا ما تلاقيه رضي عن هذا المحتوى تلاقيه يتعب وينتج زيادة وزيادة. عندكم أمثلة في الحياة كثيرة، تلاقي الواحد ما يرضى في جامعة معينة، تلاقي واحد مو راضي عن المحتوى حقه، تلاقيه ينتج زيادة ينتج زيادة يحاول زيادة، تلاقيه نقل لجامعة يبغى جامعة أفضل يروح لجامعة ثانية. ف بس الباص جاء و يسلم.